السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي في كل مكان، معاكم الكابتن حسام في الكينج شيف، وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة. يلا بينا. وزي ما انتم متابعينا كده يا أصدقائي، ده الشكل النهائي. طبعا السمك أبو سيف، طبعا شرايح الفيليتو اللي احنا عاملينها بالبرنجان، وما اقولكمش طبعا حطينا عليها شوية جبنة شيدر على الوش كده، وما اقولكمش على الطعم، يا حكاية روعة. واو، بصراحة روعة. ناكل حتة كده مع البرنجان. ما اقولكمش على الطعم، صراحة خرافة. ودي لحمة برضه ابو سيف اللي قلتلكوا عليها، وطبعا ديت اللي احنا قلنا احنا هنعملها بانيه. تعالوا كده ندوق كده، سامعين؟ سامعين التخرفشة بتاعتها؟ مقرمشة رهيبة، ما اقولكمش بقى ايه الطعمة والحلاوة دي. يلا بينا نشوف احنا عملنا الاكل الحلو ده ازاي. يلا بينا ندخل جوه الفيديو ونستمتع مع بعض بالاكل اللذيذ الجميل الجديد خالص ده. يلا بينا اصدقائي واحبابي في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. وزي ما انتم شايفين كده معايا، ده على ظهر المركب، وده المحصول بتاع سمك ابو سيف معانا. وتعالوا نشوفوا السمك ده. احنا اخدنا قطع كبيره من الديل، تقريبا 6.5 كيلو، زي ما انتم شايفين القطعه ديتي اخدتها البيت، وهنبدا نعمل فيها بعض الاكلات الجميله. بس الاول هنعمل بها اكلتين ظراف كده، هنقلي منها جزء نعمله فيليتو، هعمل جزء كده صغير نعمله فيليتو، ونقلي هنعملها زي الكريسب كده بانيه، وجزء تاني هنعمله بالبزنجان. هو ممكن يتعمل فرن بس هنعمله في الحلة لان مفيش عنده فرن. عامة السمك ده جميل جدا، وبيشوى على الفحم لذيذ وجميل جدا. سمكة ابو سيف من الاسماك اللي من فصيلة التونة، والاسماك دياتي بتعيش طبعا زي التونة كده على وش المية، في المية الدافية. والسمكة دي لذيذة جدا جدا، والفص بتاعها واللحم بتاعها فكه جدا، وفصها ابيض وفاتح. وطبعا السمك ديت في اماكن بيسموها البش شباطة، وفي اماكن تانية بيسموها سمكة الصوفية، وفي اماكن تانية بيسموها بالانجليزي سوير فيش، وهي اسمها هنا في اليونان لكسوفيا. زي ما انتم شايفين كده قطعت الجزله قطعتين، وهعين قطعه ان شاء الله هنبقى نشويها مع بعض، واصورها لكم وانا بشويها واقول لكم احنا هنشويها ازاي. والقطعه التانية دي هقطع منها قطعه فيليتو، هنعملها بمجموعه الاكلات المتميزه. والسمك ده بيوصل لاحجام كبيره جدا، بيوصل لحديت يعني اكبر سمكه جبتها منه لحديت 150 كيلو 160 كيلو، والمتوسط الاحجام بتاعته بيبقى 40 كيلو، بيبقى 50 كيلو، ب 60 كيلو. بس احنا في المياه الدافيه هنا في اليونان بنجيبه 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو. السمكه اللي انا قطعتها ديت كانت صغيره، كانت السمكه تقريبا 13 كيلو بس. بسم الله ما شاء الله، السمك ده ميزته ان هو بيرمي لحم لانه كله لحم، وبيمتاز ان هو برضه ما فيش في عظم كتير، ما فيش في الا العظميه اللي هي السلسله بتاعت الوسط، وبنخليها بكل سهوله. وبيطلع طبعا لحم طبعا نظيف، وقطع لحم فليتو نقدر ان احنا ندخلها في وجبات كتير جدا جدا جدا. وان شاء الله هنعمل معاك، وان شاء الله طول ما موجود عندي سمك من ده هعمل ان شاء الله معاكم اكلات مختلفه. انا عارف ان انا بجيب لكم اكلات صعبه عليكم واكلات مش موجوده. ان شاء الله هنزل مصر قريب، وهنزل لكم ان شاء الله اكلات برضو متميزه برضو على السمك اللي موجود عندنا في السوق المصري ان شاء الله. ويلا بينا نبتدي بعد ما قطعتني السمك فيليتو، ونشوف احنا هنشتغل فيه وهنعمله ازاي. احبابي واصدقائي، زي ما انتم متابعين معانا طبعا، انا نضفت طبعا قطعه من اللحم الكسوفيه، لحم ابو سيف، وطبعا احنا هنجهزها عشان هنعملها، والاول مره اعملها معاكم بالبرنجان، بيبقى طعم جدا جدا. واحنا طبعا انا طبعا بعد ما قطعت اللحم فليتو كده زي ما انتم شايفين، ده شرايح لحم فليتو مش فيها عظم خالص. طبعا قطعتها، طبعا حطيت عليهم ربع كوبايه خل، وحطيت عصرت عليهم ليمونه كبيره، وطبعا سبتهم كده بقالهم تقريبا نص ساعه، عشان الليمون بيسوي السمك وبيضيع، لو في اي زفره ولا حاجه بيضيعها. وطبعا النهارده الاكله بتاعتنا مميزه جدا جدا. احنا طبعا الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نعمل الاكله الجميله ديت،
معانا هنا نص ربطة شبت ونص ربطة بقدونس. ممكن يمشي كزبرة، الكزبرة بتدي نكهة، لكن ما فيش عندي كزبرة. احنا عندنا هنا طبعا برنجان، طبعا البرنجان الطلياني ما هوش البلدي. معانا حبيتين برنجان، نص قرن فلفلة، طبعا الفلفلة الحمراء دي فلفلة حلوة، نص قرن فلفلة أخضر برضو حلو. معانا حبيت طماطم كبيرة، معانا بصلة، معانا ليمونة. طبعا ديت الحاجات اللي احنا هنستخدمها. وطبعا بالنسبة للبهارات عندي هنا 3 فصوص ثوم كبار، معايا هنا طبعا مهروسين ناعم خالص، معايا هنا نص معلقة كبيرة كمون، زي ما انتم عارفين السمك بيحب الكمون جدا، معايا نص معلقة زعتر، نص معلقة كبيرة ملح، نص معلقة جنزبيل مطحون، ربع معلقة صغيرة طبعا فلفل اسود. ويلا بينا نبدأ ان احنا نشتغل ونحط المكونات بتاعتنا في الحلة. والاكل ديت عامة بتحتاج من ربع ساعة لثلث ساعة على النار بس. طبعا اول حاجة احنا هنستخدمها، هنقطع طبعا البصلة شرايح رقيقة على قد ما نقدر زي ما انتم شايفين كده متابعينا. طبعا انا بحط البصل ليه تحت؟ عشان لما البصل يتسوى تحت بيطلع النكهة بتاعته، بيطلعها طبعا على البرنجان وعلى طبعا السمك من فوق. وطبعا الطماطم بحطها فوق، لان كل ما الطماطم بتستوى بتنزل العصير بتاعها طبعا فوق السمك وفوق الحاجه بتاعتها، فبتديها طبعا طعم وبيبقى شكلها لذيذ طبعا جدا. طبعا عشان طبعا انا رصيت البصل تحت زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ارص عليه البرنجان. بالنسبه للبرنجان عشان يكون عندكم معلومه، في البرنجان في مصر ممكن يكون في برنجان كبير، البرنجان اللي عندي الحجم ده. طبعا حبيت البرنجان شقتها بالنص وبعدين شقتها بالنص تاني من فوق، فالبرنجانه ادت معايا 4 حتات، كل حبيت برنجان ادت معايا 4 حتات. طبعا احنا كده زي ما قلت لكم احنا حطينا البصل، هنبدا ان احنا نحط البرنجان، هنرصه تحت كده، هنرص الاسود لتحت فوق البصل ونخلي وش البرنجان الابيض لفوق. زي ما انتم متابعينا كده انا رصيت كده البرنجان بتاعنا، وطبعا هبدا ان انا ارص شرايح السمك بتاعتي فوقه. طبعا النهارده انا جنبي ده انا هعمل برضو اكله تانية برضو جميله، انا هقلي يعني هجيب كام قطعه كده واقلي اللحم الفيليتو اللي هو بتاع الكسوفيه ده، ان شاء الله هقليه بانيه زي بالظبط زي احنا بنعمل الفراخ او كده، وهيبقى جميل جدا. طبعا الكميه اللي عندي حطيتها زي ما انتم شايفين كده، اللحم كله مرصوص في قلب طبعا الحله بتاعتنا او الطاسه بتاعتنا. دلوقتي بعد كده احنا هنيجي هنقطع الفلفله بتاعتنا رقيقه جدا، وطبعا ما ننساش ان احنا نقطع الليمونه بتاعتنا شرايح. طبعا قشر الليمون بالليمونه بتدي نكهه جميله جدا جدا. طبعا الاكله ديت ممكن تتعمل بالبطاطس، ممكن تتعمل بانواع خضار كتير بالكوسه. طبعا لازم ان الانسان يفكر الاكلات اللي بتمشي مع بعض، يعني احنا مثلا بنشوف مثلا في اكل بيمشي بيتواكب مع بعضه، يعني مثلا البرنجان بيحب الليمون
ويحب التوم، فطبعا اكيد هتمشي مع الاكل دي وهتبقى جميله جدا. زي ما انتم متابعينا كده، احنا كده يعتبر قطعنا المكونات اللي عندنا كلها، فاضل طبعا الطماطم بس. الطماطم هي اللي هقطعها، حبيت واحدة طماطم بس زي ما انا قايل لكم، بس كبيرة. قطعها طبعا طرشات رقيقة جدا زي ما انتم متابعينا كده. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى على الرسول. بسم الله ما شاء الله. ده شكل الحلة بتاعتنا. هنحط شوية الكزبرة أو البقدونس بالشبت زي ما انتم شايفين كده. طبعا سيبنا شوية صغيرين عشان نزوقهم الطبق بعد ما نخلص. هنحط البهارات بتاعتنا كلها فوق كده على الوش المرشاة، والثوم طبعا حطينا البهارات بتاعتنا كلها كده زي ما انتم شايفين. وهنحط عليهم بقى تقريبا، يعني هحط زيت زيتون، المفروض احنا نحط ربع كوباية عامة، يعني انا هحط كده تقديريا بالتقدير. كده تمام. هنحتاج بس نحط بس ربع كوباية مية مش اكتر. وطبعا احنا نولع عليها على نار هادية خالص عشان تستوي براحتها. طبعا ما ينفعش ان احنا نعلي عليها النار خالص، زي ما انتم شايفين كده. انا ولعت عليها طبعا على النار هاديه خالص، وطبعا هسيبها طبعا تستوي براحتها خالص كده. هتاخد لها تقريبا من ربع ساعه لثلث ساعه. هعلي عليها النار اول ما تغلي، وبعدين دي هتحتاج ان احنا نغطي عليها. تابعونا لاخر الفيديو. دلوقتي احنا هنروح نعمل البانيه بتاعنا. طبعا زي ما انتم عارفين البانيه بتاعنا مش كتير، يا دوبك يعني هنقول يعني مقلي ونص او حاجه تقريبا زي كده، فمش هنكتر الخلطه بتاعتنا خالص، هنعمل خلطه قليله. حطيت نص معلقه ثوم تقريبا، فص ونص او فصين ثوم. حطيت نص معلقه كبيره طبعا كمون، انتوا عارفين ان السمك بيحب الكمون. ربع معلقه طبعا فلفل، معلقه صغيره زعتر، ومش هنكتر، هنعمل معلقتين دي بس. خليهم تلاتة عشان ما يأثرش معانا، تلات معالق دي. وطبعا انتوا عارفين ده، دي صودا ليمون، وطبعا السمك بيعشق حاجة اسمها ليمون، فاحنا بنخفوش بمية، بنخفه طبعا بالصودا عشان تتفاعل معاه، وعشان لما احنا نقليه يبقى مقرمش ويبقى جميل جدا. طبعا زي ما انا علمتكم قبل كده بنحط واحده واحده وبنقلب لحد ما يجي السمك اللي احنا محتاجينه.
اللي احنا عاوزين نقلي فيها. وطبعا التوم مع الخلطة دياتي هتبقى جبارة. طبعا انتوا شايفين عملت 3 معالق بس تبان هيبقوا قليلين، فهنزود كمان معلقة احسن الاحتياط. وبكده الصوص بتاعنا جاهز وهنبدأ نقليه بقى. شايفين السمك ده منعملوش لخف من كده، لأن لو خف من كده هيقع بسرعة من فوق السمك. أنا عاوزه يعلق فوق السمك، فوق شرايح السمك بتاعتي، ويبقى متماسك سنة كده. ودلوقتي هنستنى 5 دقايق بالظبط كده وهنبدأ نقليه ان شاء الله. نغطس السمك فيه وهنقليه، هوريهولكم ان شاء الله وانا بقلي السمك. شايفين؟ طبعا زي ما انتم متابعينا كده، انا حطيت طبعا زي ما انتم عارفين في القلية بحط شوية زيت زيتون لان متوفر عندي. لو مش متوفر زيت الزيتون عادي، انا حطيت نص كوباية زيت زيتون على كوباية زيت عادي عشان اقلي فيهم. وطبعا هستنى من الزيت يسخن. في دي مش محتاج ان الزيت يكون هادي، عاوز الزيت يبقى سخن اوي عشان ده سمك وبيستوى بسرعة. طبعا الزيت كده سخن، ما استناش الزيت لما يدخن. لان الزيت لو دخن يبقى الزيت بيتحرق، وده غلط صحيا. طبعا زي ما انتم عارفين البانيه السمك ما هوش زي البانيه الفراخ، بانيه السمك طبعا بيستوى بسرعه. بنعلي عليه النار وبيستوى بسرعه جدا. طبعا بحرك الاولانيين دول كده شوية. طبعا بقلبه كده. لازم نقلبه على طول، اول ما يتشمع من تحت كده ياخد اللي هي اللقطة الاولى نقوم قلبينه على طول. وبعدين هنرجع تاني نقلبه، نرجع تاني نرده تاني.
بصراحة ما اقولكمش على الريحة عامل ايه. دلوقتي احنا هنهد عليه النار شوية، ما يفرقعش معانا قوي، وهنستنى عليه يتحمر كده وهنتابع ان شاء الله. تابعونا. وزي ما انتم متابعينا كده، طبعا ما رضيتش اطلع الا ما اوريه لكم. طبعا البانيه اتحمر اهو، شكله روعه. طبعا هو اصلا السمك ده ما بياخدش سوية كتير كمان يعني. وزي ما قلت لكم انا مش عندي لقيت كمية سمك كبيرة، هو زي ما قلت لكم مقلي واحد بس، يعني دول الحتتين اللي جبتها. دول كده اخر حاجه وكده يبقى خلص. وكده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الاكله طبعا الشربت خالص، طبعا نشفت خالص هياتي، ودلوقتي هقطع عليها وهغرفها وهوريها لكم وهي مغروفه ازاي، قد ايه شكلها جميل. وممكن احنا بنحط عليها جبنه موزاريلا او جبنه شيدر، بتبقى جميله جدا جدا وطعمه معاها. وزي ما انتم متابعينا كده يا اصدقائي، ده الشكل النهائي. طبق طبعا السمك التابوسيف، في طبعا شرايح الفيليتو اللي احنا عاملينها بالبرنجان، وما اقولكمش طبعا حاطين عليها شويه جبنه شيدر على الوش كده، وما اقولكمش على الطعم، يا حكايه روعه. واو بصراحه روعه. ناكل حته كده مع البرنجان. ما اقولكمش على الطعم، صراحه خرافه. وبكده يا اصدقائي نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اسف اني طولت عليكم شويه، بس دول اكلتين في واحد. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تكتبوا تعليقاتكم وتقولوا رايكم ايه، واتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه عشان يوصلوا كل الاكلات الجديده اللي احنا بنعملها. وربنا يوفقنا جميعا يا رب. وحطوا طبعا اللايك، ما تنسوش اللايك يا جماعه، وحطوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وكده كفايه قوي، واتمنى ان انتوا تكونوا دايما مستمتعين معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم الكابتن حسام في الكينج شيف، واتمنى دايما ان انتوا تكونوا موجودين معانا في كل الفيديوهات اللي نقدمها.